كان كل يوم هنايا في الفاشن شو ديال الحديوي، المرأة اللي كنحترم بزاف تبارك الله، حيت ما كتسناش شي حديد لا شي حاجة، دونك كتاخذ لو ديستان بين يديها، كتنوض تخدم وتتامر، والحمد لله دابا التيمار اللي غنشوفهم اليوم. سي لا بومييغ فوا لي جو في اسيستي لو ديفيلي ديال الحديوي، شوي تخي اكسيتي، وان شاء الله جو في ديكوغي دو بون شوز، جو سيل كو دو بونيو. الجديد اش كاين من بعد با مال دو ديو، دابا غنخدمو شي حاجة 100% اش كاين بيناتنا. دونك دابا كنقلبوا على موسيقى زوينه باش نكونوا محسن الظن ديال المستمعين، وان شاء الله يكون خير. فهاد اخر وحده ما كانش ديال ميوس، كانت مع رضا الطلياني، هي جو سويلا. حنا مفتوحين لاي فنان، دي مومون كنتلاقاو مع شي واحد يكون دوز واحد الفيلينغ بيناتنا، واحد التيار اللي هو ايجابي، علاش لا، اي عمل قد يكون زويون ويكون ديك الساعه فيه واحد الروح. غالبا الساعه ما كاين حتى شي حاجه، هي الاغنيه كاينه الفكره ديالها، ودابا حنا يعني موسيقيا كنقلبوا على الموسيقى اللي تكون مولمنه و ميم طون نكونوا بحسن ظن المتلقي. دونك هادشي المرحله الصعبه هي هذه، مازال ان شاء الله يكون حاجه اخرى.